اهلا بكم. اليوم غادي نتكلموا على المعجزات الصحيه ديال بذور الكتان او لا زريعه الكتان. كتعدد الفوائد ديال زريعه الكتان والاستعمالات ديالها، وذلك لاحتوائها على الفيتامينات بحال فيتامين ب والعديد من العناصر الغذائيه بحال الكالسيوم، البوتاسيوم، البروتين، احماض اوميغا 3 الدهنيه واحماض اوميغا 6 الدهنيه. بذور الكتان عندها العديد من الفوائد على الصحه ديالنا، بحال المساعده في الحد من خطر الاصابه بامراض القلب، تخفيض نسبه الكوليسترول السيء في الجسم، المساعده على خفض ضغط الدم المرتفع، المساعده في السيطره على مرض السكري، المساعده في علاج الامساك، المساعده على انقاص الوزن والحمايه من الاصابه بالسرطانات. بالرغم من الفوائد الصحيه الكثيره ديال زريعه الكتان، الا ان كاين بعض الفئات اللي خاصها ترد البال قبل ما تستخدمها، بحال الناس اللي عندهم الحساسيه، النساء الحوامل، والناس اللي مقبلين على إجراء عمليات جراحية، بالإضافة إلى الأشخاص اللي كياخذوا أدوية بحال أدوية خفض ضغط الدم وأدوية خفض السكر. هادشي علاش كيخصهم استشارة الطبيب قبل ما يتناولوا زريعة الكتان.